مرحبا. أهلي. تاخدني مشوار؟ شو شغلتي أنا؟ طلع فيه شوي. شلون أختي؟ طلع فيه شوي. منيحه؟ بقدر دير وشي؟ ايه خلعت رقبتي لانه بعت الحمى عليك. ايه ما قلتي لي لوين رايحين؟ ايه اطلع على المالكي. ايه العيب. ولا لا خلينا نروح على الربوي، شو رايك؟ على الربوي. على الربوي خلص. طلع وين ما بدك، وين ما بدك تطلع. على الربوي هاتي ايدك. لبكتيني ها؟ فات الأول بالتاني وشحط الرابع وعلق الأنارييه، رح يفرط البواط تبعي. خير ميمي؟ شو في ميمي؟ شو اسمك أنت؟ محسوبك أبجانتي عالي واطي زمر على الكوة. قصدي قبل ما يكون اسمك أبو جانتي، شو كان اسمك؟ أنا خلقت من بطن أمي اسمي أبجانتي. اسمك طارق مو؟ طارق. طارق مثل ما بدي، طارق بالحيط. ابن اخته لفاعل بالخير. شو قررتي؟ لوين وصلي؟ خلينا نرجع على بيتنا. يعني مطرح ما طالعتي؟ ايه ايه مطرح ما على طالعت. بيتنا على بيتنا. يلا. فلافل فلافل هون ما هيك مدام؟ ايه ايه عندك. يهنيني السلامة. الله يسلمك. اوف اوف على هالنسوه. خير يا اختي شو نسيتي؟ في شويه اغراض عايز ونسيت جيبهم. ولو طلب ثقيل ممكن تجيب لي اياهم، لانه انا جايين ضيوف هلا بعد شوي، بقى مو حلوه يجوا ويلاقوني مو موجوده. ايه تكرم عيونك اختي ولا يهمك، هاتي لشوف شو بدك اغراض. ليك الاغراض مكتوبين على الورقه هي، وهي المصاري، دير بالك ها مسكون منيح ما تضيعهم. حاضر. أنا بيتي إيه؟ هنيك، شايف هذا المدخل؟ إيه شايفه. بالطابق الثاني هنيك الشقة إيه؟ اللي على اليمين بتعرفه؟ نعم علي. لا تتأخر. لا ولا يمك ما بتأخر، أنت عم تأخريني، انزلي بسرعة. طلع فيه لشو؟ منيحة؟ بقدر دير وشي؟ كثير تقبرني كبير. على مهلك ها، انتبه على الشارع لا تأخر. ايوه يا حليوة حولها الطويل، الشارع عليك والتوصيل علينا. أبجانتي 69-31. هون فكرت حالي مخربط، هي جبت لك الاغراض اللي وصيتيني. يسلم ايديك، حطهم عندك على الطاوله. ايه تكرم عليك. يلا. وهي المصاري لكم اللي زادوا هون جنب الكيس، يلا خاطرك مدام، بدك شيء ثاني مني؟ لك لا يب، قول دقيقة دقيقة بس عايزة. والله بدي روح السبب يا مدام انا، بتعرفي. دقيقة واحدة بس دقيقة، عود خذ راحتك عود، بس لمين ما حطيت طفح على النار، عود. سكر الباب وراك. تفضل اشرب. يسلم ايديكي والله ما له داعي. لا ولو ما بيصير عصير الجزر اللي تكون ما بتحبه. لا بحبه منيح. لانه عصير الجزر كثير منيحه، كثير منيح للصحه، بيقوي النظر وبيقوي الصحه. كلك نظر. اشربوا اشربوا على الاقل من مهلك، اوعك تتشردق ها. على مهلك على مهلك. ما شاء الله كان، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عضلاتك قوية وجسمك قوي، لازم تحافظ عليه. لا
لازم نروح، انا تاخرت كثير كثير. لك لا ايوه ايه بدي امشي بيتسبب انا. ليك ولبسك كمان ها؟ شو بدك كمان لازم تغيير؟ لا حلو لبسي، منيح لبسي. شو بتحب الوان؟ بتحب السماوي ما؟ ايه منيح السماوي. مع انك انت شو ما نلبست بيلبق لك. الله يسلمكم، الله ويعزك يا رب، يلا السلام عليكم. لك لا ايوه وين تروح وخليك؟ هلا جاي ورشة التكييف، بيهون عليك اني انا استقبلهم لوحدي؟ شلون يعني؟ يعني طب يعني هن رجال وانا رجال يعني شو؟ ما فهمت. ولك انت زينة الرجال، ليش حدا بيقدر يحكي غير هيك؟ خليك قاعد. انا لازم روح. لا لا تأخرت انا. لا 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 تتركني لحالي انا مع الورشة، خليك انت قاعد، عود شوي ورح اعمل لك شاي مع القرفة، ولا اعمل لك اياه مع النعناع؟ ايه ما بحب القرفة. لا القرفة كثير منيحة، بتدفي القلب وبتقوي. خلص برفي عود عود. تفضل يسلمون. الله يسلمك. كل مع بسكويت. شباب لا ما في شيء. بس حلوة كتير. شلون حلوة؟ إيه مالي حاطة فيها سكر؟ لأني حاطة بسكويت. يعني فهمك كفاية، لأنه أنا شوفير تاكسي بشربها مثل القطر. شغلة هاي شوفير التاكسي بدك تنسالي إياها بقى، تنساها. بدك سكر ما؟ بعدين ليش معتبر حالك غريب ومتلبك؟ البيت بيتك، قوم روح على المطبخ جيب علبة السكر اللي هناك. يلا قوم. كل هالبسكوت معها. لا دايمه خلاص انا ها. يسلم ايديكي، لازم روح اتسبب انا. إيه؟ بس لسه ما اجوا. ايه معلش، بس يعني كمان انا هاي السياره اماني برقبتي، باب رزق هذا لك يا عيني. قلي انت قديش بتطالع باليوم؟ منشان شو عم تسالي؟ هلا شو دخلك مشان شو؟ انت قلي قديش بتطالع؟ يعني اذا الشغل منيح الحمد لله بنطلع لنا 2000 1500 باليوم. هي هي بسيطه. وهي 5000. منشان شو هدول؟ هدول يوميتك. لا بزعل مني، انت هيك فهمانتيني غلط. انا هدول الاغراض اللي جبت لك اياهم، والنطره هي اللي ناطره مشان ورشه التكييف، هدول خدمه ما بقبض عليهم. انا زلمه كسيب تعيب، بقبض من كار الدولاب وبس. بس انا عطلتك طول النهار. لا ما مشكله، الله يسامحك، ولو يلا انا خليني امشي. خليك قاعد، اقعد اشرب الشاي اللي بما يجو. عمري شباب شوب، مالك مشوبين؟ اشلح قميصك وتفرفد لك شوي. لا انا بدي اروح اتسبب انا، لازم اروح اشتغل. خليني اروح اشتغل لك يا عيني. لا والله ما بتروح. لك ليش بتشتغل انت؟ ليش تشتغل؟ مصاريف في وبيت في، وبكره بجيب لك احلى سياره تتفدل فيها. شو بدك نوعها؟ لك اللي مثلك شو بده بالشقه والتعتير؟ لك انت في 1000 ميل بيخدمك، بس خليك قاعد. ايه خليك هون. لك وين بدي خليني؟ يو هون ببيتك. لك شو بيتي هذا؟ بيتك لك يا خانم، شو دخلني انا؟ ليش شو في فرق بيني وبينك؟ يلي الي الك. لك انا وحداني طول النهار قاعده لحالي، والله بيقتلني الملل. وبالليل بنام بدختي مع الكوابيس والخوف. استغفر ربك يا مرا، خلاص بعدي هيك، بعدي بعدي خلاص. بشار الله ببوس ايدك. لك حاجه تبوسي؟ لا تبوسي شيء، بوس ايدي خلاص. سبحان الله، والله صار لي سنين وايام عم بقول عليك. الله يرضى عليك، كرمالي تقبر قلبي. عود بوس ايدك. استغفر الله على هالنهار. بوس ايدك. استغفر الله على هالنهار. عود تقبر قلبي. عود خلص خلص، اتركي ايدي خلص، امري لله. قومي خلص ساوي غدا، باكل لقمه وبمشي. بتغدى بس؟ ايه بتغدى. يلا طيب على السريع بس. يلا يلا ها، دقيقتين وبيكون الاكل جاهز. يمشي الحال بنوب. انا رح اسكب لك. هاتي هاتي انا بسكب. لا والله انا اللي بدي اسكب لك. لا خلص انا بسكب. لا لا انا اللي بدي اسكب لك. اصلا هي الاكله انا عم بدي اكلها. بكفي بكفي. بس شوي بس شوي، لاني بعرفك انا قديش بتحب هاي الاكله. شو عرفتك؟
انا اللي بعرفك، مين رح يعرفك قد يعني؟ خليني طعمي. لك خلص انا باكل والله ما بعرف انا باكل لحالي. انا بدي طعمي بايدي. ما عم تاكل عم باكل والله تأكل. والله اللي تاكل من ايدي. لك لا والله ما والله اللي تاكل والله اللي تاكل تحت بايدي. برافو يا شطور انت. يلا وانا هيك ما بدي طعمي. والله عم باكل انا باكل لحالي. والله عم تاكل معي. ان شاء الله صحة صحة وألف هنا. والله صحة في قلبي. يلا ها يلا هيا هيا شاطر هيا حلو. لا 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 خلاص لا والله ما بدي لا لا هيا بس هي ان شاء الله ألف صحة هنا يا رب. بابيني ماي على راسي. خلص لا بدك تحضر حالك لهي. ما بصير بدك تخلص صحنك. ما بصير ما بصير بدك تخلص صحنك. بس ما عاد قدر ما عاد قدر والله ما عاد قدر. خلص دايما لك يا عيني دايما والله. خلص خليني امشي. شو تمشي؟ ما تشرشير. ان شاء الله صحة ان شاء الله صحة والف هنا بر قلبي. بس بس هي تقبرني بس كرم 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 علي. الله خلص خلص حبيبي خلص ها خلصنا. يلا ها بس دقيقة جاي. وين رايح؟ لا محلي رايح. بسمع الصوت برا فكرت شو مين؟ ورشة تكييف. إن شاء الله ستين عمرهم ما يجوا مشان أفضالك. عود 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 يلا أجي. يلا عود تدفع هلا. ما بصير بعد الأكل لازم الواحد يتحلى. والله ما له داعي. لا ما بصير مشان واجبك. يعني الواحد لازم بعد الأكل يتحلى ضروري كتير عشان يقوى جسمه. لكن شلون بده يقوى لكان الواحد إذا ما أكل حلو وما أكل فواكه وما شرب عصير وما شرب حليب؟ لكن بده يكبر الواحد ويقوى جسمه. خلاص يلا بس تقبل الله يوفقك. كرمال كرمال إن شاء الله ألف هنا يا رب. عاد أعطيك كاسة. دقيقة نسيت فواكه. وهي أحلى موزة. يلا يلا يا حلو يلا يا عمري. بس هي بس هي يا مش ايه قلبي ايه لك. الموز ما في منه كله كالسيوم طبعا ومنغنيز كمان. إن شاء الله ألف صح إن شاء الله ألف هنا يا رب. تقدر إن شاء الله بتقدرني على النوم. لا رحمة الله على قلبك وروحك. شو عم تساوي؟ على قلبك وروحك عم شلحك. لك شو عم تشلحيني؟ ما تشلحيني. بدي أيسك هدول القمصان الجداد اللي جبت لك اياهم. شو قمصان ما قمصان؟ شوف 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 بزمتك. مين قال لك انا عندي ازمة قمصان بحياتي؟ حلو كتير هذا اللون سماوي اللي انت بتحبه. والله العظيم على هالنهار ايه ما بحبه. مين قال لك بحبه؟ ايسو تقبر قلبي. ايسو لك ما بدي. شو ايسو ما ايسو بحبه لك والله انت بتحبه مشان هيك انا شفته. الله انا لازم روح انا تاخرت انا لازم روح انا. لا لا كرمالي ايسو ايش بدك ايسو؟ تليفوني عم يرن. الو 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 ايه امي تقبري قلبي ان شاء الله. لك شو عم تساوي؟ لما بتكون انت معي معي وبس بتنسى كل شيء. خد خد يلا يلا ايسو هات ايسو. الله يرضى عليك ايسو كرمالي ايسو. لك شو ايسو ما ايسو؟ صلي على النبي بقى. لك شبك مستحي مني؟ ليه؟ اذا مستحي فوت لجوا ايسو. لك شو فوت لجوا ما فوت لجوا جنيتي انت. لك تعال تعال والله لا تجي. لك تعال لك تعال انت معي بس يورجيك هالاوضه الجديده حلوه كثير. تعال تعال هاي السيارة لمين؟ هاي
اللي جبت لك اياها يوم اللي قعدت انبحت بالشارع وقلت لي انا بدي اياها بدي اياها هاي السياره، هاي اشتريت لك اياها، دفعت حقها هديك الحسبه، شوف ما احلى. عجبتك مو؟ ايه كثير. ما احلاها؟ كثير عجبتني. لك هلا يا حبيبي وبيكون الحمام جاهز. لا شو حمام حمام؟ لك شو جبت لك ليفه بتطير العالي اللي بتحبها على شكل قلب، ايه؟ وشامبو اللي ما بيحرق العيون مشان ما تبكي بالحمام وتضايق. ايه لا ما راح ابكي. ايه حبيبي حبيبي ليش انت متضايق من الحمام؟ لك شو؟ لك والله الحمام منيح بيريح وبيرخي الاعصاب وبتنام بعد منه وانت مبسوط. يلا يلا جهز لي حالك خلص خلص مشان الله. ايه جيبي مناشف جيبي ايه ايه يلا جيبي يلا لك مناشف خيارك ايه يلا جيبي يلا جيبي يلا شوف جيبي حبيبي حبيبي وين متخبي؟ عم تلعبني بعرفك روح قلبك تضل تلعبني حبيبي 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 طارق 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 امي امي وينك طارق طارق يا امي وينك جارنا جارنا الله يوفقك شفت اللي ابني طارق شي خلص هلا بيرجع شوي تاني لك طلع من البيت ما بعرف وين راح ما شفته الا فاتح الباب وطالع طولي بالي خلص يكونوا سرقوه لا ما بي خلص طولي بالي ولي على قابتي وين بده يكون راح وين بده يكون راح مشان مشان الله إذا جبت أحلى رأس بس قلو إنه أمك فاير قلبها عليك خلص تكرم عيني خلص تكرم عيني لا تزعل لا خلص تكرم عيني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شو عم تساوي هون؟ سلامة قلبك خير شو بجارتنا؟ والله المخلوقة مضيعة ابنها من 20 سنة ولا هلأ كل ما مرة واحد بيشبهه بتفكره ابنه وبتعمل هالحيصة بالله علي؟ إيه والله ابنه وينه لي؟ والله ما بعرف يعني خطفوه؟ والله ما بعرف خطفوه دعس ما بعرف والله سلامنا عليك انت شو عم تساوي؟